بست شباط صار الزلزال يلي كان أكبر زلزال بهالقرن وأودى بحياة أكثر من 30-35 ألف شخص لحديت اليوم ما عدا الجرحى للأسف. وهيدا أمر كتير كتير محزن وكتير أثر بقلوبنا وقلوب كل الناس بالعالم، خاصة لمنظر الضحايا والأطفال يلي عم بيشلون من تحت الأنقاض ومنهم أيتام بلحظات تاريخية بتدمي القلوب. تعازينا لكل يلي تأثروا بهالزلزال، وبدنا نحكي عنه فلكياً. فلكي هولندي قال انه هو توقع هالزلزال، توقعوا بين 6 وب 5 و6، وقال لانه في الينيوما يعني في كواكب حد بعضها. هو الحقيقه مش هيدا السبب. اذا بدنا نرجع للفلك ونقول هل هو دليل على شيء بده يصير، فينا نقول انه دليل على كارثه، على وضع غير عادي، على امر صعب. وانا كنت حكيت عنه بالتلفزيونات انه نحن اول شهرين من السنه هن شهرين صعبين، وقلت هل هي سنة الكوارث؟ والجواب بالكتاب نعم، هي سنة الكوارث. قلت صفحة 7 من الكتاب الجديد يلي عنده الكتاب بيكون أراها، وحكيت أنه هيدا منه جديد، لأنه هيدا من السنوات الثلاثة الماضية في عنا إعلان عن كوارث طبيعية وفيضانات وحرائق، وقلت بالشرق الأوسط كما بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية يلي قري وشاف الكتب. قلت هالأمر مستمر لهلأ، من وقت ما كان كوكب ساتورن موجود ببرج الدلو عامل مربع مع أورانوس ببرج الثور، ونحن قدام بعض الكوارث الطبيعية. لثلاث سنوات عم بحكي عن هالموضوع، وبهالسنة كمان قلت مستمر هالموضوع، ويمكن تكون السنة مليئة بالمفاجآت على هالصعيد. طبعاً هالعلم الفلكي أو الهولندي ما بعرف بشو على شو ارتكز، ما بيقدر يعرف إذا في زلازل على بطريقة مسبقة، بس يمكن قدر هالموضوع بسبب مثل ما قال حسب الدراسات الفلكية والنجوم. اعتبر أنه الأمر بدر، هو كل شهر بيكون في أمر بدر، بس ليش هالمرة؟ تفسركن ليلي صار يعرف ومتابعني من قبل. القمر البدر صار ببرج الدلو، يعني إلى جانب ساتورن بمعاكسة مع يورانوس. هيدا هو السبب، صار في عنا كوكب بدر مرتكز أو ملتصق بساتورن بالدلو وعامل مربع مع يورانوس بالثور الموجود بالثور يلي ما رح يطلع من الثور قبل سنة الجي، وكمان عمل مربع مع العقرب مع بيسموه نو لونير بسود نو لونير ببرج العقرب، قدامه في نو لونير نور ببرج الثور. هيدي المربعات الأربعة هي كانت ربما المؤشر لهالزلزال أو لكارثة كبيرة كانت ممكن توقع وين ما كان. أما أنه رح يصير بلبنان وبمصر وإلى آخره فما بعرف عشو ارتكز، ما حدا لحديت هلأ قدر فهم وخوف من طريقة تواريخ معينة. كنت حابة أعطي هالفيديو قبل تقول ما هيدا مش مزبوط، لأنه بطل فيه القمر بطل مكتمل ملتصق بساتورن بعده، بس إنما بده يخف يوم بعد يوم، ولحديت تاريخ 20 إذا في بعض المخاوف من هزات صغيرة بالعالم أو زلازل بدها تخف شوي شوي لتاريخ 20 حتى تقريبا يزول هالخوف، إذا كان الاستناد على الدراسات النجوم والأوضاع أوضاع الكواكب والفلك. إذن ما في خوف من زلزال ولا من هزات بدها تكون كارثية مثل يلي صار بتاريخ 6. من هلأ ورايح هالأمور رح تخف، ولو أنه العالم معرض مثل ما قلنا كل السنة لبعض الهزات أو لبعض الفيضانات أو الحرائق تماما مثل ما صار من 3 سنين. هلأ أمتين رح يكون الموضوع أفضل؟ الموضوع أفضل بيكون اعتباراً من 7 آذار، احفظوا هالتاريخ.
7 آذار، وقلنا أول السنة. وطبعاً يلي معه الكتاب بيكون عنده دلائل أقوى وبيكون مرتكز أكثر على المعلومات. ب7 آذار لح يطلع كوكب ساتيرن من برج الدلو وينتقل إلى برج الحوت تيشكل مشهد فلكي أو طالع فلكي جيد هالمرة مع أورانوس ببرج الثور، وتخف هيدي الموجات الخطيرة أو حتى المشاكل يلي العالم عرفها من سنة 2020. إذا بدنا نركن للأبراج أو للكواكب منقول الكواكب يلي هي دليل، وهيدا علم مقارنة، يعني الفلكيين القدامى حكوا عن هالموضوع وقالوا إنه لما بتكون الكواكب مثلا بها المشهد الفلكي أو بتشكل هالطالع بيترافق معها هالشي أو شي تاني. إذن نحنا قدام انفراجات مش قدام مخاطر، وهيدا لازم يطمننا. طبعا مرق هالخطر، وطبعا أنا حكيت عنه أول السنة يلي بيذكر، وقلت بالتلفزيونات هالشهرين أول شهرين رح يكونوا خطرين. هلأ بين آذار وبين حزيران، يعني بين مارس وبين جون، رح يكون في أحداث كمان مهمة وكتيرة بالعالم. بس لحسن الحظ إنه شو ما صار نحنا قدام بداية انفراجات وحلول، وأنا متأكدة من هالشي استنادا إلى الوضع الفلكي. يعني ما رح بقى يكون في هالضغط الفلكي اللي عانينا منه من سنة 2020 من مآسي، انهيارات اقتصادية، كورونا، أوبئة، حروب، زلازل، حرائق، فيضانات، رح تكون عم بتخف رويدا رويدا. هل رح تخف نهائيا؟ لا، لأنه الحل ما رح يكون قبل آخر سنة 2024، وطبعا قريتوا هالشي بالكتاب كمان. حكيوا عن كتير أمور وأنه حرب نووية وإلى آخره ورح ينتهي العالم بهالسنة، رح لكم لا، هذا كلام ما بيستند إلى أي واقع فلكي إذا كنا بدنا نستند لهذا الموضوع. إذن نحن قدام انفراجات مش قدام مشاكل كبيرة، وبدنا نقول إنه مارس بالجوزاء يلي بعده موجود كمان لشهر آذار هو كمان عم بيأثر على الأشياء اللي عم نعيشها حاليا. إذن مجموعة أوضاع هي اللي حتأثر وهي اللي أثرت، وأكثر يلي انصابوا بما صار بست شباط إذا بدنا نعمل إحصاءات هن الدلو الأسد العقرب والثور، هاو الأبراج يلي مرق عليهم يمكن صعوبات بها الفترة الصعبة. إذن نحن قدام دينامية جديدة، دينامية القمر تستمر لعشرين الشهر، هالقمر البدر أو القمر المكتمل أو فول مون أو بلين لون مثل ما بيسموها يلي بلشت بست شباط، بتضل مستمرة لتاريخ 20 ولكن بطريقة أخف بكتير. إذن نحن قدام السنة مهمة كتير، بعتقد أنه هذه السنة رح تخف فيها المشاكل حتى نوصل إلى شهر أيار ماي، وبتذكروا أنه حكينا عنها بأول السنة وبتوقعات. بشهر أيار ماي رح يدخل كوكب جوبيتر إلى برج الثور، وبدخوله إلى برج الثور بيكون ساتيرن صار بالحوت، بيصير فيه تناغم أكثر فلكي. لح يكون جوبيتر وأورانوس بالثور وبشكله مثلث مثل ما يقال بالفلك مع برج مع كوكب ساتيرن. من هون بنحكي انه خفت الازمات بالعالم او بدها تخف، او الناس ببلشوا يفكروا بحلول، وبكل مناطق شهدت ازمات. رح نبلش نشوف انه في اشياء رح تتحلحل رويدا رويدا. ما في ابدا خوف من شيء عظيم بده يصير مثل ما قال وعطونا تواريخ، تاريخ الأصعب مرق، لبل نحن رايحين نحو تواريخ ونحو أوضاع فلكية أفضل من السابق. تعازينا مرة تانية، لا
يلي توفوا ليلي انصابوا بهالزلزال الكبير، الزلزال المدمر يلي صار بست شباط، والعزاء لكل أهاليهم، لكل يلي كانوا ضحايا هالزلزال.